جديد بنحييكم متابعينا وين ما كنتوا، اهلا بكل اللي انضم لمتابعتنا في ظلال الاصيل لهذا المساء. وخلوني ابدا الفقره الجايه ببيت حبه الى نفسي. سلم بعيونك لو عز السلام، واسال مره روحك مين فينا الملام السلام ومفهوم السلام والتفاصيل الكثيره المرتبطه بالسلام، السلام الروحي والنفسي، سلام مع الذات، السلام مع الاخرين، السلام في المجتمع بصورة عامة ككل، السلام المفهوم الكبير الواسع البعيد عن كل مفاهيم العنف والعنصرية والكراهية وكل الأشياء السالبة اللي بترتبط في حياتنا ارتباطات غير حميدة. خلونا نتكلم عن المفهوم ده باتساعه، جينات السلام والنفس البشرية كيف تتوافق مع السلام النفسي والذاتي والداخلي والسلام على الآخرين. شيخ علي هاشم السراج، عضو مركز البحوث والدراسات بالأزهر الشريف، أهلا وسهلا بك وحبابك. مرحب بك وقدنا وبيتنا كمان بالأحرى أمل، ومرحب بغارات الشروق المتجددة والتي تشرق دائما بالجديد في كل موضوع. يعني حبابك والله، والسلام ده مفهوم كبير يا شيخ علي. وخلينا نقول إنه جينات السلام في المفهوم الإنساني بصورة عامة هي كبيرة على يعني اقتباسها. نحن بنحاول نضيق السلام في مفاهيم مختلفة، لكن هو مفهوم إنساني متوسع ومتجدد وكبير جدا. أنت عارف أنا طبعا عضو في مركز البحوث والدراسات في الأزهر، شاركت في مطورات كثيرة، عندي 176 بحث في المسائل دي وريجونال اكسبيرت في المسائل دي. يعني فأنت عشان تقدر تتكلم عن السلام تاخذ الجانب الروحي بتاعه النفسي. السلام ده جاي من وين؟ انا في دراساتي العميقه جاي من قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اول مخلوق ادم، واول امراه حواء. الليله اسم ادم ده طلعت على كل المراجع يعني الدينية الإسلامية أو المسيحية أو العبرية، يرجعوا كلمة آدم إلى الطين الصلصال وإلى الحمأ المسنون. ده صحيح، منها كلمة آدمو دي عبرية وقاعدين نستعملها نحن في الغرب عندنا كثير، بتعني الإنسان الأول. أنا عملت كليك في آدم دي وركزت فيها شديد، تجاوزنا مرحلة الطين والحمأ المسلون، بتدي بعد السلام أنه ربنا لما كون آدم ده وخلقه في أحسن تقويم دخل فيه جينات السلام. السلام دي حاجة نورماليتي جوا في الإنسان، مخلوقة معاه ومع الأجهزة بتاعته. جيب كلمة آدم، الفعل بتاع آدم يؤدم إيداما، وأدم بمعنى ألف وجمع، ودي في كل المعاجم اللغوية وحتى في معجم الكنيسة بتاع المنجد للآداب واللغة بتاع لويس معلوف، قال أدم بمعنى أصلح بين المتخاصمين. فيبقى أدم بمعنى ألف، والإنسان آدم مألوف. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار قال لي: أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. النظر الأولى دي يألف بيناتكم. إذن آدم هو جيناته جوا الألفة والمحبة. ظهر الأجريسيف جات من وين؟ الشجرة. الشجرة دي مشكلة السودان ومشكلة العالم ده كله في الشجرة دي. فجاءت الشجرة دي عرضت كرمزية على أساس أنها داير تضرب ده فيروس، داير تضرب السلام الجوه. الله قال لي: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تغربا. هذه الشجرة، كلمة شجرة يا أمل ذاتها تفيد التشاجر، كلمة ذاتها. والشجرة سموها شجرة للتشاجر، الأغصان العرق ده داخل فيه ده وده داخل فيه ده. فآدم لما أكل من الشجرة ضربت الجينات بتاعت السلام اللي عنده. عشان كده الله قال يعني قال: اهبطا إلى الأرض فأزلهم الله منها وغنى اهبطوا منها عدوا لكم. يبقى العداوة جات من وين؟ بعد ما أكل من الشجرة.
رغم انه ربنا سبحانه وتعالى هو من اسماء السلام. أيوة. الى انه برضه في كتابه قال ان خلقنا الانسان في كبد. يعني انا بس اريد اوريك انه ادم جاءت العداوه بعد ما اكل من الشجره وهبط الى الارض. نعم. فيبقى ان احنا عشان نعيد الانسان الى وضعه الطبيعي, ودي عندنا نحن في السودان السلام متجسد فينا في قبائلنا المسلمات والسالمات والمسلميه والمسالمه دي اتولدت انا فيها. شفتوا كيفين؟ تعالوا السلام في كل حته, سليمان وعبد السلام وسليمه وسلمه, امسك الغريب ده كله, ادم وادم وكله احنا اسمائنا كده. فلذلك السلام ده بقوم على عناصر السلام. الناس هسه بيفهموه يغاف الحرب, لا لا لا, احنا عاوزين نتكلم عن المفهوم الكبير للسلام. السلام ده هو تنمية. تم تضييقه الآن في مفاهيم لا 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 محددة, لا 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 لا, نبذ العنف, نبذ الكراهية, السلام لا 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 في حيز الحرب فقط. احنا نتكلم عن السلام كمفهوم أنا إنسان. أرجع مشكلة. السلام لجيناتك الحقيقية. نعم. الإنسان النبي قال المؤمن ألف مألوف. نعم. فلا خير في من لا يألف ولا يولف. فيبقى انت, احنا عندنا ثقافه في السودان يقول لك فلان ده بيبقى صعب كده, يقول لك ده ما ادمي, صح؟ ما ادمي. يبقى احنا بنقوله وما عارفين معناها, ما ادمي لانه انا الادميه بتاعتي هي السلام. قاعدين نقول الكلام ده في مجتمع ياخد ما ادمي. فيبقى السلام ده بقوم على عناصر. وربنا لما علم ادم الاسماء جاب لك كلمه السلام. الحرف ده الكلمه مهموسه ورخوه رقيقة, بتقابلها بالإنجليزي peace, برضو vowel letters حروف لينا P-E-A-C-E, دي خمسة أحرف ودي خمسة أحرف, يعني باختلاف اللهجات باختلاف المفاهيم كل التركيبات بتاعت السلام بتدعو لذات الرقيقة, هي ذات الحرف الرقيق. الحرب, القتال, قلقلة عجيبة جدا, يعني أنا بأخذ لك من الويرد ذاتها. فعشان كده السلام الحروف خمسة ده, وأنا دول بتاع أرغام وبالانجليزي خمسة, بيقوم على مظهر الإنسان. الإنسان ده عنده أطراف خمسة, ظهر به الرأس واليدين والرجلين. أصل المشاكل كلها بس بيجي تفكر في الرأس, تفكير كان سلبي ولا إيجابي. اليدين تقتل تعمر, الكرعين تنفذ. فيبقى أنت عشان السلام ده عندنا له عنوان نحن في السودان اللي هو بيتمد الليل. ما في زول بيسلم براسه ولا بكراعه, بيسلم بايده. يعني نقطتك بيتي اللي قلته اول يا شيخ علي. أه؟ سلم بعيونك دي يعني ما جاي ده ولا شيء. ده لغه, ده شغل احساس بتاع غنائين. ده شغل بتاع احساس, ده سلام نفسي اكثر من انه هو. وهو يا اخي يا اخي نحن ذاته ثقافتنا امسكيه الغنى. انت جبت اغنيه مصطفى سيد احمد دي, صح؟ في عيونك لو عايز. في ثاني احرموني ولا تحرموني وسنه الاسلام بتاعت البردي. نعم. في تاج السير عباس نميد الليد ونسالم. يعني هي موجوده في ثقافتنا السودانيه في كل مصطفى مني لك سلام, سلام سلام اهيل المدام, خذوني عليكم فانتم كرام, امامنا المصطفى والصفح شيمتنا. فيبقى هذه العناصر انا الليله بمثلها في اليد دي. اليد دي ليه؟ فيها حكمه غريبه جدا, فيها قوه السلام ذاتها. ما خمسة اصابع, صح؟ القوه بتاعت السلام في الخمسه وفي التسعه. التسعه ده عدد كمال في المفرد ويرمز الى القوه. والى عدد الكمال في خمسه اصابعين وفي فراغات اربعه. تسعة. لو سلمت لي بإصبع ما برد عليك إلا الخمسة من تمام التحية. الأخذ بالكف, أخذ يعني بكف إيدي كده أنا أسلم عليك, لأنه لما أسلم عليك وسلم علي ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان ويصليان إلا أنزل الله بينهما مئة رحمة. للبادي 90 وللثاني 10. طيب جميل شيخ علي, يعني احنا برضو طالما بنتكلم عن السلام بمفهومه الكبير, وطالما احنا خلينا نكون واقعيين, يعني الان اصبح في مجتمعنا السوداني النفس البشريه اللي احنا كنا بنتكلم عنها ومفهوم السلام المفروض انه هو موجود ومتشعب في نواحينا المختلفه, سواء كان في اسمائنا في مناطقنا في غنانا في كل التفاصيل الحياتيه اللي احنا بنعيشها, الى انه الان اصبحت يعني السمه
الأساسية اللي أنا قلتها في الأول اللي هي الحرب وارتباط الحرب بس بالسلام بجد. فلين إحنا أصبح مجتمعنا السوداني على غير السابق هو الآن متفشي فيه وكثير من المفاهيم السالبة دي اللي أصبحت هي سوس بتنخر في وحدة المجتمع وفي سلامه وأمنه واستقرار. طيب ما يبقى في فيروس ضرب السلام ده. أنا أشوف الفيروس وين؟ الشيطان. الله قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان ده عنده حزب. هنا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الغول غرورا. الناس إذا اختلفوا الله أنشأ قاعة اسمها قاعة السلم والمسالمة. الناس يخشوا فيها. إحنا القرآن ما عاد الآن نفسره بالمعاني القديمة تفسير القرآن ومع لا لا نشاهد القرآن. نحن في عصر المشاهدة وعصر السرعة وعصر العالم ده في كفة الليد. جعفر الصادق رضي الله عنه لما قال لأتباعي كيف أنتم مع القرآن قالوا نقرأه ونتدبره قالوا بل نحن نشاهد القرآن. أنا ده أعمل بلاتو أعمل لي إضاءة أصور للشباب يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دي بتجي وين الآية دي بتجي بعد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا الإصلاح بهم في الغاعة دي. الله ما قال يعني ما قال سووا صفوفهم ولا قال تجاوز قال فأصلحوا في إصلاح الفدل الترتيب والتعقيب. يعني شرارة قامت في البلد ما نخليها في أهل الجودية أهل الصوفية أهل الطرق لا 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 يعني الإدارات الأهلية البصلح ده طرف ثالث ولا بد العالم يكون فيه إصلاح. عسي الليلة العربية باظت بودال للميكانيكي الطربيزة اتكسرت بودال منه بيصليحها منه أهل الاختصاص البشر ده خرب. في ناس بيصلحوا اسمهم الصالحون بيصلحوا ما فسد من النوايا ومن كده. فالله دعانا للغاعة شوفوا ادخلوا دي ما همزة قطع همزة وصل حرك النص ادخلوا يعني انتوا خشوا متواصلين خشوا في قاعة السلم دي والمسالمة لكن في معارضة بهنا قاعدة ولا تتبعوا خطوات الخطوات دي. دي ما استعارة مكنية في البلاغة الجافة زمان معناها شبهوا المعارضة إبليزة بزول قاعد عنده خطوات ماشي وانتوا داخلين اعملوا حسابكم من الزول ده عنده أحزاب وعنده حزب كبير لأنه قال لي ربنا لاتينه بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيديهم دي التقدميين خلفهم دي الرجعيين يميني واليمين ودي الأهل اليسار ده كله تيارات شغال فيها كده لكن فوق تحت ما ذكر ما يقدر. نرضي فيها الأمة المحمدية المصطفوية سبت بروحها إلى السماء في مصاف الملائكية لا يستطيع الشيطان يصل ومن كسرت روحه وأهان نفسه وأهان هواها لا يتسلط عليه الشيطان لأنه الله قال أنا عند المنكسرة قلوبهم. فذلك أنه دي قاعة داخل الليها إحنا نمشي باللوحة بتاعت ربنا دعانا لمؤتمر نقول لا قال لكم أدخلوا في السلم أنت ما دا تدخل. فإذا دخلنا وتمت لا 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 المصالحة قال فإن بغت إحداهما على الأخرى تجي هنا فقاتلوا التي تبغي دي بالإجماع. عشان كده ود بدر حكيم السودان الشيخ العبيد ود بدر قال فكتريق مسمار القلب فكتريق يا عمل باللقيمات ده اسمها البريك فاص مش تضرب اللقيمات وقال الساعة عشرة تقول بريك فاص بريك فاص مقبيل بيكسر الصوم قال فكتريق مسمار القلب والسكين من النهب والعصا من الكلب والبياب الصلح بينغلب. صحيح ده حكيم السودان قال كده بياب الصلح بينغلب دي القواعد المفروض ماشي بها في السودان احنا كده. طيب ان الله لا يغير ما بنفس حتى يغير ما بانفسهم لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. نحن خلينا نضيق النطاق يعني وجينات السلام دي خليها تبدا من الاطفال من المهد يعني كيف نحن نقدر نغير ما في انفسنا يعني الاطفال الان اللي بيتولدوا هم ممكن يقوموا وينشأوا في بيئة فيها نوع من أنواع الكراهية فيها يقول لك يا أخي أمشي أنا بكرهك ولا أنا التفاصيل بتاعت التربية عموما العنف ضد المرأة ممكن يشوف أبوه بيضرب أمه في البيت الحيز النطاق الضيق اللي هو بيكوننا نحن وبيخلينا ننشأ على مفاهيم مختلفة وعلى أفكار ممكن تكون هي ضد مبدأ السلم. كيف نحن نقدر نكون الأسرة دي بحيث إنها هي تنمو في بيئة صالحة لأنه يكون فيها مفاهيم السلام هي مجددة ومجذرة. الكلام ده كبير جدا وانا الحمد لله اختصاصي في
ثقافة المرأة وحقوق الطفل وكذا. نعم. الأسرة دي هي شنو هي؟ ما نسيج اجتماعي. صحيح. وكلمة أسرة جاية أبسطها ليك من كلمة السرير. السرير سموه سرير ليه؟ المولة دي مع الصامولة دي مع العرارة دي مكون لنا شنو؟ سرير. الأسرة هي نسيج اجتماعي متكامل مكون أب وأم وأطفال يقوم على نظام شرعي. الأسرة تقوم على الحب. الخواجات بيقولها فاميلي. فاميلي اللي انت عارفها هي أبري يعني يعني أبري يعني يعني أبري يعني هي مختصر. هي مش جملة غير بذاتها، هي مختصر لكلام اف فازر، ام مزر، اي ليل لف فازر ان مزر اي لف يو، امي وابوي انا بحبكم. الانجليز دائرين الاسره كده، ودي حقتنا نحن، وجعل بينكم موده ورحمه. فيبقى الموده والرحمه دي بتقوم كيف؟ النبي قال ادبوا ابنائكم على حب ثلاث، قراءه القران، حب النبي وال بيته، الخلوه والمسيد. زمان كنا كده يتربوا على القيم وعلى الاخلاق وعلى السلوك، نحن بنشيلهم بنودوهم رياض الخواجات وما بعرف هابيبير زي تو يو، مش شغلين نحن بالثقافه الاجنبيه، خلينا الخلاوه. الخلاوه دي هي اللي بتربي الناس وربت الاجيال. فيبقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. ده ما ولدك انت مسؤول منه، تربيه تعلمه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. ما ممكن تقول له يا ولد واحد دق الباب يقول له ابوي ما في، انت بتعلم الكذب. صحيح. بتعلم. والمراه تضغط الراجل متيمن ومتنضره، الليله لو ما جبت لي حق التوب ما بتخش. ده ما كده، نسوان السلف ما كانوا كده، الواحده كانت بتقدم راجلها لخشب الباب تقول له اياك والحرام، فاننا نستطيع ان نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على عذاب النار. ده النساء كده، دي الأسرة بتقوم كده. لما المرأة ما تراجلها حس بيقت المناحة بوبار وفق زرار، يا سد الخلو ولا كنا سد خلو ولا حاجة. قالوا لها راجلك ده كيف؟ قالت لهم راجلي ده، قالت لهم سكيتا إذا خرج. لما يجي طالع ما بيعمل شكلها، آكل ما وجد غير سائل عما فرض. قالت ضحوكا اذا ولج، اذا جا البيت بيبتسم، الزول ما يجي مكشر مش كده شايل ان شاء الله اي حاجه، سكيتا اذا خرج اكل ما وجد غير سائل عما فقد. اسيل لك ده شنو؟ وقدام الاطفال لا، هي اللي بتصنعهم، هي اللي بتقومهم على الحب والموده والعشره. والصينيه بتاعت الغد انتهت. اسي كل دول حشي سندويشي دخل بالموبايل بتاعه فتحه. الصينيه دي هي كان بتكون فيها الدروس والعبر والاخلاق والقيم، بتدي المحبه بين الناس. وبعدين الراجل يشيل اللقمه يخطها في خشم مرته، دي وين هسه يا امل؟ اول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه لقمه الرجل في امراته. وبعدين لما تسوي لك تجيب لها، النبي قال كده هي وليتحرر لو كاتباك الكتابه تمشي لها. هي المفاهيم النبويه احنا مشينا بها في البيت السوداني، في انه كيف نقدر نعبر للاخر الموجود معك في ذات المساحه المكانيه، يمكن بتحل كثير من المشاكل يا شيخ علي، وبتخلينا احنا ذاتنا نتالف فيما بيننا يعني في البيت الواحد، بدل ما تكون المشاكل وبدل ما يكون الطاقه السالبه الموجوده حتعم الطاقه الايجابيه دي، ومنها بنقدر نطلع للمجتمع. والمجتمع السوداني الان نتيجه لكثير من الظروف، خلينا نقول انه المبررات الاصبح يصيغها للظروف المعيشية، الوضع الاقتصادي، غيرها من التفاصيل دي، هي خلت إنه الناس يكون في ما بينها تنافر ويكون في تناحر ويكون في كثير من خلينا نقول المنافسة الغير حميدة، سواء كانت في العمل، سواء كانت في الشارع، سواء كانت في المنتدى، في النوادي، حتى أماكن الترفيه والترويح على النفس أصبحت الآن هي مهددة بالمشاحنات وبالطاقات السالبة. كيف نقدر نصيغ مجتمع خالي من الشوائب اللي بتأثر علينا احنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي دولتنا ككل؟ هو شوف اي انسان في الدنيا دي ربنا قسم رزق، نحن قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم وفضل بعضنا على بعض في الرزق. والانسان اللي عنده رزق كثير ومال كثير ده ما يبذره،
يعني هو ربنا أدى لك أمانه بيقلعه. نعم المال الصالح الرجل الصالح. نحن دهين نخلق مجتمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الذهبي في كتاب الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم قوام الدنيا في أربعين، البوس بتاع الدنيا دي في أربعة عماويد قائمة. قال عدل الأمراء، نصيحة العلماء، سخاء الأغنياء، وصبر الفقراء. دي منظومة يا عمل لو مشينا عليها بنصلح الحال. ما خلاص هي كده، لأنك أنت ما تعاين لزول الفوق. وبعدين هي القناعة بالقليل اللي بيقولها كيف؟ بما قسم الله لك، لأنه حقك في الدنيا الحقوق بتاعتك في ثلاث حاجات. النبي قال حق المؤمن ثلاثة، دي الرئيس بتاعتك، بيت يسكنه، ثوب يواري سوأته، بسمح للصرة والركبة، جلف الخبز والماء، رغيف الخشم مع الموية، دي حقوقك ما بيسألوك عنها. الرغيفة بقت لينا ولا تسألون مثلا عن النعيم، ده نعيم. الناس الآن لو قالت بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان ما بياكل معك، لو النفوس اتصافت. انت عارفة يا أبل السودان ده بدوروا الشيطان، كيف نضرب الشيطان ده؟ ده رايح على غبراء والله. انت اول ما تيجي طالع زهجان قول يا خمرك من البيت، قول بسم الله توكلت على الله، احنا ما دايرين لا قوة الا بالله. النبي قال اذا قلت كده تنحى الشيطان عنك، خلاص انت ماشي في سكتك، ما ما ما, ما بيعترضك. النبي قال هديت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. تخش السوق وتلقى ساهل، تعال داخل البيت عشان نزيل الفقر. واحد جاء عربي للنبي قال لي انا فقران، الله ما عندي سجم الرماد ده. قال لي ما تشتغل، قال لي مشيت ودخلت السوق. اداه ملينات ايمانيه بيسموها طايوق في الصاي، لين لي الرزق بتاعه. قال لي اذا دخلت بيتك قدم رجلك اليمين وسلم على ناس البيت، ناس البيت السلام عليكم، واقرا قول هو الله احد. مشى بتعليمات النبي وواصل عليه. قال رابي الحديث قال ففعل الرجل ففاض الله في، قال فزاد الله في رزقه حتى فاض على جيرانه. شفت الجار السمع كيف؟ يا سلام مشى بغادي. نحن هسي منو قاعد يخش البيت يقول السلام عليكم؟ منو اللي بيقرا يقول هو الله احد؟ الناس بتيجي زعلانه وزهجانه من الشارع يعني التفاصيل اللي بتلاقيها. زي ما قال مادح زي ما قال الناس تايهه ما متلفته وديح عليها البيقى الزفته. مادح اسمه طريف الشيخ بتاع السراي ذاك بيعرفوه الجماعه دي. نعم قال حين دق العود، شوف الكلام ده في بدري، بذلوا الموجود عصيوا الودود وحاكوا القرود. وش حيسمع رقصة القرد؟ قال الزول ده قبل 50 سنة. نعم ناس يعني احنا محتاجين ناس عصوا الودود وحاكوا القرود ديل. يعني احنا محتاجين نغير من المفاهيم، نغير المفاهيم. المجتمع ده تغيير كبير. نعم ان الله لا يغير ما بقوم، اذا قلت انت قبيل حتى يغير ما بيعمل. الله قال يعني قلوب الملوك بيدي، هاي حديث ما معناه، فإذا غيرت أنتوا أنا أغيره كيف ما تكونوا يولى عليكم. أنت مش ظلمت، يجيك واحد خبير في الظلم يوريك الظلم، وكذلك نولي الظالمين بعضهم بعضا. أنت ما تبقى نفسك أنت عامل نفسك فرعون كبير، لا 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 لا، يجي زول يسلطوا عليك ربنا حشرة ساكن تأدبك. المجتمع داير شغل كثير، وكل كلمة أنت قلتيها دار لها حلقات متفردة. يعني أسف الإذاعة أم درمان عندنا برامج زي دي بسها بكارم الأخلاق وغيره للناس. طيب عشان عشان يعني يحتدوا. طيب نحن يا شيخ ما خلينا نقول ندي كبسولات أو رسائل لكل متابعينا في إنه كيف نقدر نتجاوز الكبوات اللي نحن بنمر بها، كيف نحن نغير من ذواتنا عشان نقدر نصلح الآخرين، نصلح أطفالنا، نصلح مجتمعاتنا الصغيرة ومجتمع المجتمع الكبير، وكيف إحنا نقدر نفشي السلام فيما بيننا. يعني في المساحة الأخيرة دي خلي الجمهور اللي بتابعنا الآن هو ياخذ النصائح دي في شكل نقاط أساسية لو عملتها في حياتك هي قد تسهر سلاما. طيب هو السلام ده 5 أنواع. نعم يتكامل بعدد الحروف الخمسة دي. السلام لا يكتمل إلا بالعناصر حقول الذي. طيب أول حاجة سلام مع الله، مصطلح مع الله. الناس مع الله ما مصطلحين. إن تنصروا الله ينصركم، ما نصرنا الله نحن. خليها ده موضوع كبير يعني. نصطلح أول حاجة نحن مع الله، نصالحه. ثاني سلام مع النفس،
نحن نفس الليله غير اماره بالسوء، نفس الليله ما واضحه، واحد تلقاه يتكلم معك هسه بكره يمشي يقطع فيك انت ذاتك. تطلع منه هنا يقطع فيك. ايوه وبعدين الانسان لانه عندنا الصدق هو استواء السر والعلانيه، سره غير علانيته، يبقى هو منافق متذبذب ما عنده استقرار نفسي. ما ما يعني لا يرى ظاهره من باطنه. نعم. كويس؟ بقى اصطلح مع نفسي، نمرة اثنين، صلح مع المجتمع. يعني شتمك، اساءك، نبذك، تجاوز له عنه، مش كده؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله، مش كده؟ يعني جاك زول شتمك وجاء يعتذر لك، ما تضربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاه اخاه متنصلا من ذنب محقا او مبتلا ولم يقبله ولم يرد عليه الحوض يوم القيامه. في شاعر قال ظريف، قال اقبل معاذير من ياتيك معتذرا ان بر عندك فيما غال او فجر، قد يطيعك من يرضيك ظاهره وقد يجلك من يعصيك مستترا. شوف السلام الاجتماعي وفي العبادات موجود، حتى في الصوم، اذا كان الصوم يوم فلا يرفص ولا يسخف، فان سابه واحد او شاتمه فليقول هذا سلام اجتماعي. في سلام مع الحيوان، في عندنا ثروه حيوانيه هسه، الحيوان ده دخلت النار امراه في هره، مش كده؟ وكلام كثير. في ثاني السلام مع النبات، مع البيئه، هتعرف البيئه دي وسخانه كيف؟ والله قال ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها، انت بيئتك وسخانه، بيقطعوا شجرك، الغطاء النباتي زي ما قال هسه الاخت البساتين. فابدا السلام، دي اللوحه بتاعت السلام يا عمل متكامله، مع سلام نفسك مع الله ومع مع النفس ومع المجتمع مع الحيوان مع النبات. والله دي اجمل يعني ختام للمساحه دي. نتمناها دائما الناس هم ياخذوها بعين الاعتبار، وفعلا نستحق انه نتعامل مع الآخرين بسلام إذا كان سلامنا الداخلي مكتمل الأركان. شكرا لك كثير الشيخ علي هاشم السراج، عضو مركز البحوث والدراسات بالأزهر الشريف، لك التحية. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا لك التحية.